بعد زيارة هوكشتاين إلى لبنان وزيارة بلينكن تل أبيب، يبدو أن الإدارة الأمريكية غير معنية أو مستعجلة لوقف إطلاق النار، بل إنها مصرة على سياسة الاستثمار بالدم لتغيير موازين الإقليم. فرنسيا، وعشية المؤتمر الدولي في باريس لدعم لبنان، من المرتقب عقد لقاء بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أسئلة كثيرة مشاهدين الكرام نطرحها في سياق هذه التغطية. أول هذه الأسئلة عن صمود المقاومة وكيف صدم العدو وحلفاءه، ماذا عن استراتيجية الإيلام ومتى من الممكن أن نرى ثمار هذه الاستراتيجية؟ ما هي خيارات نتنياهو؟ وهل يصح القول مرحلة ما بعد هوكشتاين ومرحلة ما قبل الانتخابات الأمريكية؟ وبالأساس ماذا حمل مع هوكشتاين إلى لبنان؟ وهل في الأفق أي أمل لوقف إطلاق النار عما قريب؟ هذه الأسئلة وغير مشاهدينا الكرام نطرحها ونناقشها مع مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران. صباح الخير أستاذ سالم. صباح الخير أستاذ بتول لحضرتك ولكل مشاهدين قناة المنار. وصار الحكي أصعب بعد المقدمة الغنية بالروحية العالية. ونعم، منذ العام 1982 وهذه المقاومة تقاتل بالروح قبل أي شيء آخر. ونعم، كل القصص والأساطير التي قرأنا عنها نحن نعيشها الآن بالصوت والصورة. ونعم، كربلاء هذا الزمان هو ما يحصل في جنوب لبنان. هذا ليس تعبيرا دينيا، ولست شيعي المذهب، هذا تعبير تاريخي حقيقي. وأعتقد عندما تنتهي هذه الحرب ويجمع ما يجمع وينشر ما ينشر من صور وفيديوهات، سيدرك أهل أولئك القوم الذين يقاتلون في الجنوب ماذا يفعل أبناؤهم ببني صهيون. نعم، منذ العام 1982 ويد إسرائيل أقوى في التكنولوجيا والسلاح. ونعم، منذ العام 1982 ويد المقاومة أعلى بالقتال بالروح. ونعم، دائما وأبدا كانت الكلمة في الميدان. كل المفادين الأمريكيين، مش من هلأ، إذا بدك من تأسيس الكيان من 48 كانوا منحازين إلى جانب إسرائيل بالسماء وعلى الأرض، وكل مرة كان بيخلص المشهد بمفاجآت وانتصارات ميدانية. حرب 2006 امبارح كانت قدامنا. طيب استاذ سالم، يعني قبل ما نحكي عن الاجواء السياسيه في لبنان، الحراك الدبلوماسي، ما الذي يجري في الكواليس اللبنانيه وعلى المنابر السياسيه اللبنانيه، نتحدث عن الاساس، الميدان. الميدان هو الحكم الفاصل، بمعنى اليوم تل أبيب صفارات الإنذار كانت تدوي، يتم الحديث بإعلام العدو الإسرائيلي، قصف تل أبيب أصبح روتينا عند الحزب. معك إذا أردنا أن نبدأ عن حقيقة الذي يجري في الميدان، عن حقيقة صمود أبناء ورجال السيد في الميدان جنوبا، وحجم المعادلات التي يتم إرسائها، كيف يقرأها سالم زهران؟ أولا، ماني خبير عسكري، لكن بجردة حساب واضحة وبالأرقام، مش بحاجة للتحليل. وأنا صاير هالأيام مش عم بسمع التلفزيون، عم حطوا السايرن وبقرا بس العاجل. طول ما الصواريخ عم توصل لحيفا وبعد حيفا وتل أبيب وضواحي تل أبيب، طول ما نحن بخير. مش مهم الحكي اللي عم بيقوله الإسرائيلي، المهم هذا الفلاش العاجل يلي عم ينشر على وسائل الإعلام الإسرائيلية ولو كانت ناطقة باللغة العربية. وإذا بدنا نقول نعم بجردة حساب سريعة على المستوى البري، حتى الفيديو اللي امبارح نشره الإعلام العبري، الإعلام العسكري العبري، برأيي هو ندمان عليه، لأنه عم يبين أن هؤلاء المجاهدين عم بيقاتلوا أولا من مسافة صفر، عم بيقاتلوا لآخر ثانية مش لآخر دقيقة، ومش عم يقدر يتفوق عليهم الإسرائيلي إلا وقت بيطلع الدرون ويقصفه. إذا على مستوى البر في ملاحم، والدليل الأرقام الإسرائيلية، والدليل ما ينشر عن أعداد لا تقل عن 100 جريح يوميا وبين 1 و10 قتلى، هون هو بيعترف بيهم. ومبارح انتقلنا لنوعية جديدة من قتلى الصهاينة، كنا عم نحكي عن نائب قائد كتيبة وعليه. نعم، على مستوى المواجهة والالتحام البري، بالرغم انه الاسرائيلي لحد هاللحظة
ما نفذ الاجتياح البري. نحن اليوم عم نحكي واليوم مواقع المختصة بالخرائط صارت مفتوحة أمام كل المشاهدين، بتشوفي بلحظة أنه الإسرائيلي موغل 800-900 متر، وبلحظة بتشوفي من كفة بأعماق دولته الكيان الغاصب. وعليه نعم باختصار، على مستوى الالتحام البري لم يقع التحاما بكل معنى الكلمة على مساحة كل الجبهة، حصل التحامات عند كل توغل إسرائيلي، والإسرائيلي عم يتعمد ست بتول إنه يحرق هذه الأرض قبل ما يجرب يفوت عليها، وكل مرة بيعتقد إنه حرق ممر لا يقدر يمر عبره، عم يتفاجأ إنه المقاومين عم يطلعوا من تحت الأرض. وطلب الإسرائيلي بإخراج يونيفيل مسافة 5 كيلومتر كان لمزيد من استخدام الأسلحة المحرمة، علما أنه استخدم الأسلحة العنقودية الفسفورية، ما بعرف إذا كمان استخدم شيء ثالث نحن ما بنعرفه. وعليه في المواجهة البرية المباشرة لم تقع حتى هذه اللحظة بمعناها الواسع، لأنه وقت الإسرائيلي بنسمع وبنشوف على شاشاته العبرية أنه لا سمح الله أعب بعيد الشعب، وبقول لك أنا على هوا المنار رح يعب بعيد الشعب، بس قديش رح يعب؟ وبالعكس يمكن يكون هذه أمنية المقاومين المجاهدين أنه يفوت ويقعد ويثبت، وبتبلش الكمائن وبتبلش الملاحم. على مستوى سلاح الدفاع الجو كانت المقاومة بيعتقد من وقت المواجهة ب 27 أيلول مع اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله لا اليوم، عم نحكي عن 4 مسيرات إيرمز كلفتها أعلى بكتير من كلفة الصواريخ اللي عم تنزلها، بل أضعاف أضعاف مضاعفة. ايضا على مستوى المسيرات، هيدي المسيره اللي بتفوت عند لواء جولاني على طاوله الصفرة، هيدي المسيره اللي بتفوت على بيت نتنياهو لازم نحكي عنها يمكن بعد شوي بالحلقه، وهيدي المسيره اللي امبارح قعد 40 دقيقه يفتش عليها بضواحي تل ابيب. مش تفصيل صغير اللي عم بيصير، لا، هذا اعجاز مقاومه واستشهد قائدها واستشهد قياداتها التاريخيه العسكريه. بيتفجر البيجر بأكثر من 4000 مجاهد، شي بيخسر أطراف إيديه وشي بيخسر عيناه، ومع هيك تبقى هيدي المقاومة عم تبعت مسيرة تفوت على بيت رئيس حكومة العدو، ومسيرة تفوت على مطبخ لواء جولاني لواء النخبة، ومسيرة ثالثة بيقعد 40 دقيقة عم يفتش عليها. لا، ما نحن فيه الآن على المستوى الميداني يكاد يقترب من الإعجاز. أما على مستوى الرابع هو مستوى العمل الاستخباراتي، فواضح انه الاسرائيلي اليوم بنك الاهداف اللي كان حاطه بنك كبير، وانا عندي الجرأة اقول انه اسرائيل تفوقت علينا بهالحرب وعلينا كلبنان، لانه انا بعتقد هذه المعركة هي معركة مش بس مع حزب الله، هي معركة مع كل اللبنانيين، حتى ليلي بعض المبسوطين بهذا العدوان، لانه ما بيعرفوا انه بالخسارة هني شركة مثل ما هني شركة بالربح كمان. لا، تفوق علينا الإسرائيلي بالبداية بالاستخبارات، اليوم تغير الموضوع، اليوم الأجهزة الأمنية اللبنانية صار عندها ما بدي أقول عشرات، صار عندها يمكن أكثر من 10 عملاء موقفين وقفوا جهاز أمن المقاومة، شيء من تحت صفة صحفي وشيء من تحت صفة تقني وشيء عامل حاله مدني وعم بيصور بالضاحي وبجنوب وببعلم. طيب سيد سالم زهران، يعني تقول شركاء بالحرب، تتحدث عن أنه هذه الحرب تفرض نتائجها على الداخل، يعني الخسارة هي خسارة لكل الشركاء في لبنان. هون السؤال بطبيعة الحال عن صمود المقاومة في الميدان، فاجأ العدو مما لا شك فيه، يعني بدليل أنه وصول هذه المسيرات إلى غرفة نوب بنيامين نتنياهو، يتم الحديث يعني والمقاومة تخبرنا بالصوت والصورة عن صواريخ نوعية تصل إلى ما بعد حيفا، تصل إلى تل أبيب، صواريخ نوعية، هذا يعني أصبح أمرا واقعا لا نقاش فيه عن إعادة إمساك زمام السيطرة والأمور للمقاومة. ولكن السؤال هو هذا الصمود كيف فاجأ من في الداخل اللبناني؟ والله هذا الصمود فاجأ أصدقاء المقاومة قبل خصومها، ويمكن حضرتك وأنا منهم، نحن مريدين ومحبين هذه المقاومة، كنا نعتقد أن مع غياب سماحة السيد وما حصل قبل وما حصل بعد قد نكون ربما أمام شيء
آخر، لكن مرة من جديد أثبت هؤلاء المقاومين أنهم قادرين على مسك زمام الأمور. وكمان لنعطي الأمور حقها، كمان القيادة البديلة بحزب الله سواء سماحة الشيخ نعيم قاسم على المستوى القيادي كنائب الأمين عام خينا الحاج محمد عفيف على المستوى الإعلامي وحزب الله على المستوى السياسي. لا امبارح أحد الأصدقاء بيقول إنه هذه الحرب أخرجت ربما أسماء، أخرجت وجوه، أخرجت كوادر، حتى حزب الله نفسه كما كان بيعرف فيهم سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي. نعم مريدي المقاومة قبل خصومة كانوا يعتقدون بعد البيجر والرضوان وسماحة السيد وأخونا أبو الفضل كركي رحمة الله عليهم جميعا أن الأمر أصبح أصعب بكثير، بل البعض اعتقد أن الأمر انتهى، وشفتي وجوه وأسماء بلش تبدل بلسانه وبأفكاره. ولكن لا، هذه المقاومة فاجأت الجميع، وهذه المقاومة فاجأت الجميع أولا بإعادة هيكلة نفسها، بإعادة القيادة والسيطرة والتحكم. وأنا لقلك شو المعيار عندي بالقيادة والسيطرة والتحكم، إن وقت يقول سمحت الشيخ نعيم قاسم بخطابه نحن ذاهبون أبعد، ثلاث أربع دقايق ببلش الأبعد يترجم، شوي تاني بنلاقي مسيرة ببيت نتنياهو. الخطاب السياسي بحزب الله هو على نفس إيقاع الخطاب الميداني، وهذه إشارة مهمة جدا على أن هذه المقاومة مش مثل ما عم ينقال ببعض وسائل الإعلام إنه لا جنوب لحاله عم يدير المعركة منفصل عن القيادة المركزية. صحيح في مرونة كبيرة للجنوب، وصحيح في لا مركزية في القتال مزبوط، لكن في مركزية في القرار السياسي، وبالتالي أي ضغط أي ارتفاع بوتيرة الأعمال الحربية القتالية عم بترافق مع خطاب سياسي سابق من حزب الله، وهذا دليل على أن الأمرة القيادة السيطرة عادت على ما كانت عليه. طيب هون خلينا نفوت معك أستاذ سالم زهران لناحية ما الذي كان يخطط للبنان، ماذا لو لا قدر الله لم يكتب لهذه المقاومة أن تصمد؟ يعني عم نحكي نحن قرابة الشهر، عم نحكي بمسيرات بالأمس تل أبيب يعني بكلها وكلكلها، يعني كانت بحالة ذعر، عنا طائرة مسيرة أربكت كان العدو الإسرائيلي بالداخلي بالأمس، يعني ولم يعرف مصير هذه الطائرة. ما الذي كان يخطط للبنان؟ كل المشاريع اللي كانوا ضيوفك الكرام بيحكوا عنها بالذات بالبرنامج الاستراتيجي اللي بتحكي عن يهودية الدولة، اللي بتحكي عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، اللي بتحكي عن تهجير أهل الجنوب على البصرة وعلى العراق على أماكن أبعد، كل الذي كان يحكى في 2011 عن مشاريع تقسيمية للمنطقة، كل المشاريع التي تحدث عنها ترامب في ولايته المسماة الاتفاق الإبراهيمي، كل تلك المشاريع جمعيهم فوق بعضهم، عملي خلاصة بيطلع مع حضرتك أن الإسرائيلي لو انتصر علينا في تلك اللحظة لكان نفذ بنا كل تلك المشاريع. لخص المشاريع جملتين سريعتين. كان يعتقد الإسرائيلي إنه في 27 أيلول ساعة 7 المساء كل المجاهدين رح ينسحبوا من الخطوط الأمامية، وكل القوم رح ينفضوا من حول حزب الله، وسيختفي هذا الحزب، وسيدخل الإسرائيلي مش على الليطانة ومش على الأولة، يمكن على بيروت، لأنه نتنياهو اللي حمل وصمة عار مثل ما بيحكى عنه بالإسرائيلي بطوفان الأقصى، يريد مسح هذه الوصمة بأن يصل أبعد مما وصل إليه أريد شارون. لكن الذي حصل هو العكس، وهذا الثبات أولا حمى لبنان وحمى وحدة لبنان وحمى كيان لبنان، وأنا برأيي حمى كمان خصوم لبنان من بعض الدول العربية المطبعة، لأنه كوني أكيد لو الإسرائيلي لا سمح الله هلأ بيقدر ينتصر علينا ويحقق مشروعه، بعد أيام معدودة رح يكونوا أهل الضفة بالأردن وأهل غزة بسيناء بمصر، وأهل الجليل رح يتفشون صوب الجولان وجنوب وجزء منه لإقامة دويلات وكيانات طائفية من أجل تثبيت يهودية الدولة. وإذا البعض عم يحلم وعم بفكر إنه ليش لا منيحة هيدي دويلات طائفية وهيك طائفتنا بترتاح، لا، هذه الكيانات الطائفية مش مطلوب منها ترتاح،
هذه الكائنات الطائفية التي ستسمى دويلات. المطلوب منها أول مرة تتقسم تشكل علم وتبلش تتقاتل مع بعض البعض، يعني رح تكون مباشر. مطلوب كان دولة يهودية بإسرائيل صافية، حول منها دويلات ضعيفة، دويلات شيعية ودويلات سنية ودويلات علوية ودويلات مسيحية، لكي تتقاتل مع بعضها البعض ولكي تدحر بعضها البعض وما يبقى منها مخبر. وعليه نعم، لو أن هذا المشروع قد انتصر ما كان ليكون لبنان. ولهيك قلت بأول حلقة يشكروا الله خصوم حزب الله على هذا الصمود، لأنه كانوا رح يكونوا جزء من الضحايا. طيب، هل تعتقد سيد سالم أنه لبنان محصن، وحدة لبنان باتت الآن مع الأداء السياسي محصن من أي فتن؟ لا، نقص المناعة، يعني نقص المناعة موجود بلبنان من العام 1920 حتى قبل خلق دولة الكيان الغاصب بإسرائيل. ومن هذاك الوقت في لبنانان، في لبنان يلي بده يوسع ويروح على محيطه الإقليمي، وفي لبنان يلي بده يضيق. ومن هذاك الوقت نحن على الأنين بين الفكرتين. ولهاللحظة أنا برأيي في لبنانيين حاملين الفكرة ليوسعوا، وفي لبنانيين حاملين الفكرة ليضيقوا. لكن الضمانة الحقيقية بصراحة هي بدولة الرئيس نبيه بري. دولة الرئيس نبيه بري اللي عنده أكثر من صفة. الصفة الأساس الأولى أنه رئيس مجلس النواب، ودستوريا بغياب رئيس الجمهورية يعد الرقم الأول دستوريا. الصفة الثانية هو بنفسه كنبيه بري، وهو أيضا مفوض من إخوانه بحزب الله في المفاوضات. والأمر الثالث، هلا بعد شوي بنحكي عن زيارة آموس أوكستين، آموس أوكستين كمان مش بس محور الممانعة مزعوج منه، لا، خصوم محور الممانعة مزعوجين أكثر، لأنه اعتقدوا أنه آموس بده يوصل يهدد ويرعد ويلتقى فيهم ويرسموا سوا خريطة الطريق. فاجأوا فيه قاعد ساعة ونص عند الرئيس بري وما حكي إلا من عين التينة، وجاء قال 1701 لا زايد ولا ناقص. وهذا موقف المقاومة وأهل المقاومة وحلفاء المقاومة. لا، المسألة في لبنان مسألة معقدة، وهم من يعتقد أنه قادر على ابتلاع الآخر. بل أنا بقول على حضرتي، مع حضرتي، وأنا بتحمل مسؤولية ما إلها علاقة بالمنار. خسارة حزب الله لا سمح الله لم تحصل، لكن لو حصلت لأي سبب من الأسباب ستكون خسارة مزدوجة على خصومه، وبعدين بنشرح عليه. بينما ربح حزب الله وإن شاء الله بيربح راح يكون مثل 2006 ومثل 2000 انتصار لكل اللبنانيين. انتصار مهدى إلى جميع اللبنانيين، هكذا كان خطاب سماحة السيد نصر الله، وهكذا هو خطاب أبناء ورجال سماحة السيد حسن نصر الله في الحياة السياسية وفي الميدان. نحكي شوية دبلوماسية شوية سياسية أكثر تفصيلا معك سيد سالم زهران، لناحية يعني هوكشتاين، ما الذي جاء حاملا، ما هي الرسائل التي حملها إلى لبنان؟ أشرت إلى قبل قليل إلى أن خصوم حزب الله كانوا يراهنون على سماع لائحة شروط تطول، تهديد ووعيد إلى المقاومة، إلى رئيس نبيه بري، وإذ بي الخطاب يكون مغايرا. هون بين قوسين، هل هو خطاب مغاير أم هي الدبلوماسية، أم هي اللامبالاة الأمريكية بموضوع وقف إطلاق النار، لا سيما أنه نحن عم نحكي عن هوكشتاين ما قبل أسبوعين من الانتخابات، يعني بتخلص مهمته الرسمية وينتقل إلى القطاع الخاص. بلينكن إجا بزيارته إلى تل أبيب، بلينكن تحدث عن غزة، تحدث عن الأسرى الإسرائيليين عند المقاومة في حماس، لم يكن الملف اللبناني أولوية بجولة بلينكن. هون السؤال عن السياسة الأمريكية، ما الذي تريد من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على لبنان؟ أولاً، ولا مرة كان الأمريكي حكم نزيه، دائماً الأمريكي كان حكم شريك في المباراة مع الخصم، ودائماً كان الأمريكي حكم يدعم الخصم. وإذا بدنا نستعمل لغة كرة القدم، كرة القدم كان هو اللي بيعطيه الباس، هو اللي بمرر له التمريرة ليسدد الإسرائيلي الهدف. لكن آموس أوكستين وقت اللي بيجي على بيروت وفي حزب الله عارف انه نتنياهو بأي باب موجود وبأي ساعة
يفوت له المسيرة على غرفة نومه، وكان ليلتها سهران هيك ومتقل بالسهرة وكان نايم بالغرفة، بقي انه بتنفجر جوا برك المرة الجاي ما بعرف. فلا تفرق، لا وقت اللي كان قامصه نحكي عن 1559 و 1701 بلس قبل الزيارة، كانوا يعتقدون ان حزب الله منهار. وكل المفاوضات مش بس بلبنان، كل المفاوضات بالعالم دائما تجري على ايقاع العمل الميداني. نحن وقوايا بالارض المفاوضات مختلفة، ونحن وضعاف المفاوضات مختلفة. دخل آموس أوغسطين عند الرئيس بري وبقول لحضرتك بكل صراحة ووضوح، الجزء الأكبر من تلك المفاوضات سرية، وحتى بعض المقربين جدا من الرئيس بري ما بيعرفوا فيها، وهذا الأمر طبيعي، طبيعي جدا بكل مفاوضات. لكن العنوان العريض كان في نقاش 1559، كان في نقاش 1701 بلاس، وثبت الرئيس بري قبل زيارة آموس أوغسطين لا في بلس ولا في ماينس، وطلع آموس أوغسطين وعبر عن هذا الأمر. وبكرة عنا مؤتمر بفرنسا عنوانه مساعدات إنسانية، لكن بقول بالمعلومة مش بالتحليل، مضمونه رح يكون مضمون سياسي بامتياز، والمساعدات الإنسانية في آخر الجدول. وعليه نعم آموس أوغسطين قدم إلى بيروت بدون عرض مفاوضات، بل أنا أقول عبر قناتكم الكريمة لم تبدأ المفاوضات بعد. كل اللي عم بيصير بالشكل، بلينكين موجود بفلسطين المحتلة، آموس موجود ببيروت، وهي سابع مرة عن كل زيارة لبلينكين هو يكون موجود ببيروت. أيضا في الشكل قبل المضمون عم بيثبت الأمريكي أن المفاوضات تجري مع شريك حزب الله وليس مع أي أحد آخر. كمان بالشكل قبل المضمون آموس أوغسطين سرب لوسيلة إعلامية شخصيا، يعني بعت لهم واتساب قال له انه انا مشترك وظيفتي مثل ما حضرتك قلت بعد اسبوعين، وبقيني ثلاثة اشهر، علما انه الرئيس الامريكي اي رئيس امريكي سواء كان ترامب او كامالا عم بيفوزوا ل 21/1 ليستلم مهامه. وعليه هذا في الشكل. اما في المضمون، في المضمون المتاح، لانه رح ارجع عيد في جزء من المضمون غير متاح، في جزء دولة الرئيس بري هيدي عارفه ومسابق اللي بعرفه، يعني في الجزء المتاح بعد ما ثبت الرئيس بري مع آموس أوغسطين 1701 كمل الحوار ساعة ونص، ولو بلش آموس يحكي بالبلاس بال 15/59 كان خلص اللقاء بعشر دقائق ربع ساعة. إذا هذا مؤشر برأيي إنه لا، صار في نقاش، وصار في نقاش بالعمر. اليوم الجانب اللبناني عم بيقول إنه في 33,000 خرق مسجلون اليونيفيل لل 1701. مقابيلا الإسرائيلي عم بيقول طيب ما في صواريخ ومدرعات وطيارات ومدري شو، بس عم ينسى ب 33,000 خرق. اليوم الامريكي الفرنسي ثبتوا هذا الاطار، وثبتوا هذا الاطار لانه في شق ثاني لازم المشاهدين يعرفوه، انه قدرت الجمهوريه الاسلاميه بايران تاخذ وعد موثق من روسيا والصين انهما سيستخدما حق النقد الفيتو على اي مشروع قرار جديد. لهيك نعم سدته، كان في مشروع قرار جديد، واصلا مسودته بطلت سريه، يعني نشر بوسائل الاعلام والنسخه هي قدامنا موجوده، كتب الفرنسي والامريكي مع بعض البعض، فندناها بحلقه سابعه على قناه الاو تي في، ما بدي ارجع عيدهم. هذا القرار كان عم بيحكي عن رئيس الجمهوريه والحكومه وانتخابات نيابيه مبكره. قدر الايراني بهذه الحركه المكوكيه الدبلوماسيه ينتزع موافقة واضحة من الروسي والصين انه راح يكون فيتو. لهيك سلم الامريكي والفرنسي انه لا 1701، لكن عم بجربوا اثناء تطبيق ال 1701 يروحوا فيه لاخر مدى. ونعم النقاش حول اليات تطبيق ال 1701 ليست مجرد كلام في الاعلام، لانه بالاخر اي قرار مش منفذ، لانه 1701 مش منفذ، بحاجة إلى آليات النقاش هو في هذه الآليات والأفخاخ في تلك الآليات. لكن حزب الله يثق بدولة الرئيس بري، والرئيس بري مش مفاوض ماهر، هو المفاوض الأمهر. تمام. طب ولكن يعني عم تحكي عن تفنيد الموقف الأمريكي لأنه 1701 والظروف يعني والبيئة التي دفعت إلى أنه 1701 هو أساس أي نقاش سيد سالم زهران، ولكن يبدو أنه الأمريكي غير متحمس أو غير معني
أو ليس في أولوياته التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان. هل هذا الاستنتاج صحيح أم أنه تفضل؟ إذا بدنا نكون موضوعيين، اليوم في سؤال جدي، هل الأمريكي مش مايل على نتنياهو أم الأمريكي هو عم بيلعب مع نتنياهو اللعبة؟ لا، الأمريكي شوي من هيدا وشوي من هيداك، هو بيلعب معه اللعبة على المستوى العسكري أكيد، وهذه القنابل وهذه القذائف وهذه الصواريخ وهذه الطائرات كلها صناعة أمريكية، لكن على مستوى السياسي استطاع نتنياهو أن يدخل إلى البيت الأمريكي. وبتذكر حضرتك سواء بخطاب الكونغرس أو بنيويورك عشية اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، كان نتنياهو عم يلعب بالبيت الأمريكي، واضح أكثر أن نتنياهو يبتز الديمقراطيين، واضح أكثر وأكثر أن نتنياهو عينه على ترامب وعلى فوز ترامب، وبيعتقد أنه كل ما طال أمد الحرب أكثر كل ما كانت حظوظ ترامب عم بتقرب أكثر. اليوم المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية الجدية عنوانها إيران، لأن الأمريكي يخشى أمرين: الأمر الأول أن يقصف أو يضرب نتنياهو بفاعل نووي الإيرانية ويجر كل المنطقة والعالم لحرب، وتكون نتيجة هذه الحرب خسارة الديمقراطيين الانتخابية. الأمر الثاني الذي يخشاه الأمريكي أن يقوم الإسرائيلي بضرب حقول النفط الإيرانية وموانئ الغاز، وبرد الإيراني من حق الكريش وانت ورايحة بتدمير حقول الغاز الإسرائيلية، بصير عنا أزمة اقتصادية عالمية، وترامب يتفوق على كاملا بنقطة واحدة هي البعد الاقتصادي، وبكون أكثر وأكثر عم بيخدمه. الجهد الأمريكي اليوم مع نتنياهو عم بيقله روح للآخر بلبنان، عمول اللي بدك إياه، وكل هالمجازر اللي عم تشوف فيها حضرتك على الشاشة هي برعاية أمريكية، لكن بدنا منك أمر واحد: إما تأجيل الضربة الأمريكية الإسرائيلية لإيران إلى عشية الانتخابات أو ما بعد الانتخابات لما تأثر بالنتائج الانتخابات، وإما إذا حصلت قبل الانتخابات تكون محدودة ولا تستهدف حقول النفط أو مفاعل النووي الإيراني. لكن أعتقد أن نتنياهو سيواصل أكثر فأكثر فأكثر في عملية ابتزاز الأمريكيين، علما أن اللوبي الصهيوني المؤثر في الانتخابات يكاد يكون صوته المرجح، بل أكاد أقول إن إسرائيل هي الولاية المرجحة في الانتخابات، لأن إسرائيل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي الولاية المرجحة. فهم العلاقة الإسرائيلية الأمريكية في زمن ما قبل الانتخابات شيء، وفهم عشية الانتخابات المفصلية، والمعد اليوم الإحصاءات عم يختلفوا عن نقطة ونقطتين بين الديمقراطيين والجمهوريين، شيء آخر. ونعم الأمريكي شريك الإسرائيلي في قتلنا صحيح، لكن أيضا الأمريكي يتعرض لابتزاز من نتنياهو، وهذا صحيح أيضا، وهذا ما بيمضي هيداك. طب هذا يعني سيد سالم زهران يصح الاستنتاج أنه نحن أمام فترة طويلة من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على لبنان؟ يعني ما في بالأفق قدرة أمريكية على فرض وقف إطلاق النار على الإسرائيلي أقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ في ثلاث معايير أو ثلاث مسارات. المسار الأول انتخابات الأمريكية صحيح، بس هيدا ما بيعني أنه نهار بتسكر صندوق الاقتراع بالولايات المتحدة الأمريكية بتكون خلصت الحرب، لأنه لا، في نتنياهو يكفي شهر وشهرين وثلاث ما بعرف قديه. المسار الثاني هو مسار الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل، الصراع الناري. وإذا هلأ نتنياهو بيروح مع صديقه ترامب للآخر وبقصف حقول النفط الإيرانية وبترد إيران من كريش وبالرايح، يمكن يركض كل العالم يوقف كل الحرب بالمنطقة، وهذا مسار أيضا مهم. ولهيك في نقاش داخل إسرائيل بضرورة تأجيل تحييد أو تخفيف الرد على إيران، لأن الأولوية هي لبنان. وفي مسار ثالث أهم من المسارين اللي ذكرناهم سابقا، هن إخواتنا وأهلنا وأحبائنا موجودين في الميدان، وتلك المفاجآت بطلت حكي، بطلت أمنية، بطلت دعاء، تلك المفاجآت
رأينا بعض منها سواء في المسيرة جولاني أو مسيرة بيت نتنياهو أو المسيرة اللي بعدها ضايعة من امبارح ما بعرف وين فيها. طيب يعني هذا يعني أنه فقط المفاجآت والرهان على ما حنراهن على موضوع الاعتداء الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني، لا نراهن على قدرة الأمريكي على الضغط على نتنياهو، ولا نراهن أنه سواء كان ترامب أو كمالا هاريس في سدة الرئاسة في البيت الأبيض، هو الرهان فقط على ضربة نوعية مؤلمة للعدو الإسرائيلي في الميدان. ولكن بهذا الإطار سيد سالم زهران بيسأل البعض، طب ما الذي يؤلم نتنياهو وما الذي من الممكن أن يؤلم كيان العدو الإسرائيلي؟ عن أي ضربة نوعية نتحدث؟ هذه الحكومة حكومة اليمين ويمين اليمين المؤمن بالخرافة التلمودية. هذه الحكومة إلى ما أصعب من كل الحكومات السابقة، وبكل الحروب تقريبا السابقة كانت الحكومات اللي عم بتخوض المعركة معنا ذات أغلبية حزبية صحيح، لكن كان يكون فيها قدر أكبر من الشراكة، وعن كل حرب كان يشكل حكومة وحدة وطنية بين قوسين ويفوتوا على المعركة. لا، بهذه الحرب نحن عم نخوض معركة مع بن غفير، مع سموتريتش، مع نتنياهو ومع خامات كثر يدورون تلك المعركة بخلفية عقائدية قائمة على القتل، قائمة على الذبح. وهون وقت اللي بنحكي عن التلمود والتوراة مش عم نحكي عن الكتب المنزلة التي أنزل الله، ممكن عم نحكي عن النسخ المزورة يلي بيطبعوها كل سنتين ثلاثة وبيعدلوا فيها. وعليه نعم أعتقد أن الإسرائيلي سيتحمل أكثر مما نتوقع بسبب وحيد هو التركيب العقائدي لهذه الحكومة. لكن هناك أيضا جزء كبير داخل إسرائيل وعم نشوفه عم يتظاهر بمئات الآلاف عم بيقولوا داخل المجتمع الإسرائيلي نحن لا نريد هذه الحرب. واليوم إسرائيل مكونة من مجموعتين كبيرتين، وبرأي القراءة أنه عمل وليكود لا، صار قراءة خاطئة. المكونين الأساسيين في إسرائيل هم مكون الذين جاءوا لإسرائيل كأنها أرض للميعاد، وهو اللي بتشوفيهم هلأ كيف عم بيقاتلوا بشراسة بإجرام بقتل وليس بقتال. وفي عندك تركيب تاني الذين جاءوا إلى إسرائيل على أنها أرض الرفاهية الموعودة، وهو تحديدا آخر جيلين من الهجرة، جزء منهم بلش يفل وعمل هجرة معاكسة، وهون عم نحكي عن أرقام رسمية بحدود 200,000، وجزء آخر عم يتظاهر. وللإشارة يوم من المقاومة قصفت بيت نتنياهو بمسيرة، كان المساء عم يقتحم حواجز هذا المنزل متظاهرين إسرائيليين من جماعة الرفاه. إذن في إسرائيل اليوم مكونين أساسيين، مكون تلمودي يميني على رأسه بن غفير سموتريتش نتنياهو، ومكون يريد الرفاه والرفاهية. وهذا الصراع داخل الكيان الإسرائيلي هو صراع سبق طوفان الأقصى، بتذكري حضرتك بمفصل التعديلات القضائية وغيرها. صحيح. جزء من الرهان هو على النفس وعلى قوة الذات صح، لكن جزء أيضا له علاقة بالعدو والحراك الذي يحصل داخل العدو. إذا كمل هذا الحراك داخل إسرائيل أكثر فأكثر، أعتقد أنه سيكون عامل مؤثر، لكنه ليس العامل المقرر. وفي فرق بين عامل مؤثر والعامل المقرر. هذا أيضا عامل مؤثر في الكلفة، بدك تشوفي جماعة الرفاه قدامت بدهم يتحملوا التهجير، وعلما أنه التهجير عم بتزيد رقعته والملاجئ عم بتزيد رقعتها. كان حاطط الإسرائيلي هدف عودة المستوطنين إلى الشمال، وأنا برأيي هذا الهدف كان هدف بيع، بيغروا فيه جماعة أرض الميعاد جماعة الرفاهية. لكن في المضمون لم يكن هدف نتنياهو عودة أهل الشمال، والدليل عند عشية اغتيال القائد الكبير السيد حسن نصر الله تم الاتفاق في نداء نيويورك، كان مفترض نتنياهو يطلع يعلن هدنة 21 يوم يرجعوا المستوطنين عشمال، لكن قام بالعكس. إذا هدف الإسرائيلي الحقيقي لهذه الحكومة ليس عودة المستوطنين، الهدف كما عبر نتنياهو المنتشي بالشرق الأوسط الجديد، الهدف بتطويع وتطبيع كل الأنظمة العربية التي لم تطبع، وراح الحلم والجنون الإسرائيلي إلى حد اعتقاده أنه قادر أيضا ربما على فتح سفارة إسرائيلية في بيروت، وهذا وهم فوق وهم. طب هون
أكيد هذا مما لا شك فيه، يعني هذا وهم ولا في الأحلام يعني. ولكن يبقى السؤال، يعني عم تحكي عن حكومة بنيامين نتنياهو سيد سالم زهران، تتحدث عن أنه مشروعها الحقيقي الشرق الأوسط الجديد. بال2006 كونداليزا رايس الشرق الأوسط الكبير، وشارون بيريز يعني كتابه المعروف عن الشرق الأوسط الكبير. ولكن السؤال يعني، أليس مستفزا هذا الصمت أو هذا هذه اللامبالاة العربية لكل كل أو غالبية المواقف الدول العربية في حالة لامبالاة؟ يعني أضف إلى ذلك، وإن كان يعني بمثابة نكأ للجراح، غياب الشعوب العربية عن التفاعل مع حالة الإبادة المستمرة في قطاع غزة. يعني بنحكي نحن عن دول من المحيط الجغرافي لغزة، نتحدث بلبنان، يعني ما في هذا الصوت العربي الطبيعي لا من الشعوب ولا من الأنظمة. كيف تفسر ذلك؟ أنا واصل لقناعة اليوم بقول الحمد لله مش عم يجي يقصفونا مع الإسرائيلي هالقد. لا، أنا واصل لقناعة من بعد اللي عم شوف مواقع، والله من بعد اللي عم شوف على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في جزء من هذه الحسابات فيك، تمية حالة عبد الله ومحمد وزياد ومدري شو، وفي جزء آخر لا حقيقي حقيقي وعنده ملايين المتابعين. وقت اللي بتشوفيهم كيف بيغردوا، كيف بيزلغطوا، وقت اللي بيشوفوا مبنى عم ينهار بالضاحية، فيه ألعاب أطفال وفيه ذكريات، لأنه هذه المباني مش بس حجار، هذه المباني فيها ذكريات وفيها حياة وفيها روح، في ناس يمكن فيها جنة عمر. ناس طبعا طبعا، وقت اللي بيشوفوا هذه البنايات عم تنهار ويركبوا عليها فيديوهات وتعليقات، بتصير تقول الحمد لله الأنظمة العربية يلي هن ولادها وهي مربيتهم مش عم يطلعوا طائرات ومسيرات وعم يقصفونا. وأنا بعتقد بمطرح يمكن بس تخلص الحرب وتبلش تبين الأسرار، يمكن تتفاجئ إنه نتنياهو هالكمية من الطائرات والمسيرات والقدرة على الدفع يمكن يكون جزء من الأنظمة العربية هن بعملية التمويل. أنا ما عندي معلومة، وخليني أذكر حضرتك بكل الحروب اللي كانت تصير، كان أول شيء يغلى سعر النفط، هالمرة ما غلى لأنه مطلوب ما يغلى، مطلوب ما يغلى لعدة أسباب يمكن خينا زياد نصر الدين بيشرحها أحسن مني. لا، أنا مش كثير بتأمل خير لا بالأنظمة العربية ولا بالشعوب العربية إلا من رحم ربي. أنا مش كثير متأمل خير، والدليل هذه مواقع التواصل الاجتماعي، والدليل برامج الترفيه، والدليل البرامج اللي عم تطلع واللي عم تنتقد، مش عم تنتقد الشهداء، يعني قناة 12 و13 بشرفي أنا أنه عندهم موضوعية أكثر من بعض المحطات العربية. وأنا بخبرك سر على الهواء، وقت اللي بكون بدي أعرف شو عم بصير بإسرائيل في محطات عربية معينة بحطها، لأنه بشوف النفس مش الإسرائيلي، النفس اليميني. هذا صار، هذا صار حال الجميع. يعني لما نعرف خبر الإسرائيلي، ماذا سيستهدف، أو من هي الشخصية التي استهدفها من وراء هذا العدوان؟ دغري في مباشرة، في عنا قنوات عبرية عربية منحط عليها للأسف. ولكن معك سيد سالم زهران، يعني عندما نتحدث عن السعودية على سبيل المثال، وهي يعني الدولة خادمة الحرمين الشريفين، نتحدث عن المملكة العربية السعودية، ويعني وما لها من دور في العالم العربي والإسلامي. السؤال بمقلب نراها تستضيف وزير الخارجية الإيراني، وفي كلام وعلاقات دبلوماسية ومواقف سياسية سعودية إيرانية لافتة. بالمقلب الآخر نراها يعني تتصدر تحالف التطبيع الموعود مع إسرائيل والشرق الأوسط بترتيباته وموازينه الإقليمية الجديدة. إذا أردنا معك أن نقرأ حقيقة الموقف السعودي، يعني وعندما نتحدث عن السعودية كل مواقفها يعني نراها أنه داعمة إنسانيا المساعدات الإنسانية للبنان، لا نرى موقفا متقدما. بصراحة السعودية اليوم ما عندها استراتيجية سياسية، مش بس بالحرب، قبل الحرب. ولكن السعودية نفسها استقبل أمير محمد بن سلمان الوزير عباس عرقجي، وكان قادر يكتفي أنه يلتقي بالوزير فرحان. السعودية نفسها فهمت أنه عم بتحضر لمناورة بحرية مشتركة بالبحر الأحمر مع إيران،
بالأيام المقبلة، والسعودية نفسها تستقبل بلينكن بعد شوي. ولحد هذه اللحظة رغم هذا التطبيع الثقافي الفني شو بيسموه هذا السوشيال ميديا، لكن تطبيع سياسي حتى هذه اللحظة لم يحصل. وإن كانت السوشيال ميديا يعني خلينا عذرا على المقاطعة سالم، يعني خلينا نحطها بين قوسين، السوشيال ميديا ليست معيار، لأنه بنعرف نحن حجم التجنيد على السوشيال ميديا. إيه ما لا ما أنا يعني ليس معيار لنبض الشارع العربي أو الشارع الإسلامي أو المواقف، بس لأنه بعض السيرفرات المدفوع حقها من الأنظمة بتبين هذه السيرفرات المدفوع حقها من الأنظمة، لا هي سيرفرات عم تروج للتطبيع. الموقف السعودي فهمه معقد، لكن ممكن اختصاره بالتالي: إذا كان نتنياهو مراهن على ترامب، وهون الأنظمة العربية والدول العربية كل واحد عنده مرشح يا ديمقراطي يا جمهوري، السعودية واقفة على حافة الانتظار تنتظر من سيفوز في البيت الأبيض لترى ماذا ستفعل. والعلاقة الإيرانية السعودية اللي كانت مبلشة في حكومة القاضي بالعراق واللي كانت عم بتكفي لحكومة السوداني، جمد السعودي عند عتبة اللا اشتباك واللا اتفاق. وفي وفد سعودي كبير راح على إيران لإجراء اتفاقيات اقتصادية، ومنص الطريق فجأة وقف وما كمل. ونعم بالرغم من كل هالشيء، لكن السعودية محافظة على علاقة إيجابية مع إيران، لكنها تقف عند عتبة الجمود بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. وأنا بتقديري الشخصي موقف السعودي هو لأنه موقف سلبي ولأنه موقف إيجابي، وفي عنا إشارات أو دلائل. واحدة منها مؤتمر محراب اللي صار، لو السعودية منخرطة في هذا اللقاء ما كان حضر من كل نواب السنة فقط أشرف ريفي، وبتعرفي في نواب محسوبين على السفارة السعودية قاطعوا هذا اللقاء. مش هيك؟ لا، السعودية اليوم تقف عند عتبة الانتظار بانتظار ما سيحصل في الانتخابات الأمريكية من جهة، بانتظار ماذا ستفعل إيران وإسرائيل من جهة أخرى. والموقف العربي ولا مرة كنا متأملين منه أكثر من هيك، وما بدي أحكي أكثر لأنه على المنار بتصير يا لطيف بتصير عم نخرب العلاقات العربية. لا، ما هي فكرة النقاش بالمنطق، يعني نحن لا نتجاوز المنطق والوقائع في قراءة السيناريوهات والمواقف هذه. المشكلة يا أختي ويا صديقتي ويا زميلتي، هذا العالم عالم من خارج المنطق. لو هذا العالم عالم منطق مش السيد حسن نصر الله بيستشهد كرامة غزة، والدول العربية عاملة برامج ترفيه وأغاني ورأس ومهرجانات بيشارك فيها مئات الألاف. لو أن المسألة مسألة بمنطق لما كانت الضاحي والجنوب والبقاع يقاتلون عن غزة وبالإنابة عن غزة وحدين، ودول عربية وجيوش عربية تعداد بالملايين تتفرج علينا. لو كان هذا المنطق طبيعيا ما كان أبو الغيط ليأتي إلينا بعد 3 أسابيع من هذه الحرب. لو كانت المسألة مسألة طبيعية ما كنا عم نحكي عن مؤتمر فرنسي لمساعدة لبنان، كان مفترض المؤتمر يكون بالرياض أو بالدوحة أو مدري وين. لو كان المنطق منطقا طبيعيا كانت هلأ محطة الام بي سي عم تحكي زي المنار، لأنه القضية هي قضية فلسطين، مش عم تعمل تقارير تتهكم فيها على المجاهدين وعلى يحيى السنوار السني 100%. مش هيك؟ لا، نحن لسنا في عالم منطقي، ونحن لسنا في عالم عادل. وكان غريب وملفت أن في اللحظة التي ذهب أبناء الجنوب بدمائهم بأبنائهم ينصرفوا دفاعا عن غزة، كانت معظم تلك الأنظمة العربية تعيب على حزب الله هذا الفعل. لا، كل اللي عم بيصير منه منطق، كل اللي عم بيصير بدل أن هذا الفيروس الصهيوني قد تسلل إلى أنظمتنا وإلى مجتمعاتنا وإلى أعلامنا العربي. لكن بنضل نقول بالآخر ما في حل إلا حل سعودي إيراني. ونعم هذه الوحدة السنية الشيعية اليوم المتجسدة في لبنان لابد من الحفاظ عليها، بل لابد من السعي إلى الانتقال من وحدة سنية شيعية إلى وحدة إسلامية مسيحية إلى وحدة لبنانية جامعة. ونعم السعودية اليوم برأيي تقف على الحياد، والدليل كما قلت في معراض، والدليل نبض الشارع عن أبناء الطائفة السنية. لا،
نبض الشارع، ولكن على الموقف السياسي الاستراتيجي العام المنظومة العربية كلها في سبات وكلها خارج السمع وكلها انتقلت إلى الترفيه، وما أدراك ما الترفيه. حتى مصر سيد سالم سهران، يعني مصر وهي المعنية بكل ما يجري من تغيير خرائط في المنطقة ومحاولات إسرائيلية حديثة لتغيير هذه الخرائط، يعني أكثر الدول المعنية هي الأردن ومصر. ماذا عن الدور المصري والحراك المصري؟ حكيت عن أبو الغيط، يعني أمين عام جامعة الدول العربية، ولكن بطبيعة الحال الجنسية مصرية ورمزيته هو الموقف المصري. السؤال ماذا عن مصر؟ يعني مفهوم رينا، حكينا عن الموقف السعودي يراهن على الانتظار، هو عدم اشتباك مع إيران، بالكلام أي أجواء إيجابية تنعكس على وحدة لبنان وأدا لأي فتنة لا قدر الله سنية شيعية. ولكن ماذا عن الموقف المصري؟ وأي دولة عربية من الممكن أن نقول أنه دورها هو بيضة القضبان؟ نعم، بأحد الخطابات لسماحة سيد حسن نصر الله رحمة الله عليه أشار وأشاد بالمسألة المصرية والدولة المصري في منع تدفق سكان غزة إلى سيناء. وأنا بقول مع حضرتك اللي قلته ببداية الحلقة، الخطر كما هو على لبنان هو خطر أيضا على مصر، والمشروع لم ينتهي. ونعم، صمدت مصر حتى هذه اللحظة في عدم السماح بهذا التهجير القسري إلى سيناء، لكن بنفس الوقت مش صدفة انخلق مشكلتين لمصر. المشكلة الأولى سد النهضة مع إثيوبيا وفيها أكبر قاعدة إسرائيلية بإفريقيا، والمشكلة الثانية ما يحصل في السودان، والمشكلة الثالث ما يحصل في ليبيا. إذا مصر اللي هو جيشها مع حضرتك كل الحق تقولي نحن كعالم عربي يجب أن نتكئ إلى هذا الجيش الكبير في تلك المواجهة نظرا لإمكانياته القتالية وقدراته، لكن مصر اليوم محاطة بثلاث جبهات خلفية: إثيوبيا وسد النهضة وأزمة المياه، السودان والتقسيم في السودان والاقتتال، وليبيا والمجموعات الإرهابية التكفيرية وهذا الانقسام، وموضوع سيناء. وأنا برأيي خلق تلك المشكلات الاستراتيجية ليست عن عبد. وخليني أذكر حضرتك أنه حصل عمليات بإسكندرية لقتل إسرائيليين إذا أنا مش غلطان، حصل أيضا عند معبر رفح جنود مصريين رموا وقتلوا جنود إسرائيليين، ومش صدفة أبدا خلق تلك المشكلات الاستراتيجية لمصر عند عمقة سواء مع ليبيا مع السودان أو إثيوبيا. وأعتقد أن العقد المقبل حتما ستدخل مصر في حرب إقليمية وستكون شريكة في إحدى تلك الحروب الاستراتيجية التي خلقت. والأزمة الاقتصادية الموجودة بمصر كمان منا صدفة، يبلش طوفان الأقصى من هون، بلش الحرب الإسرائيلية من هون، وبتنخلق هذه الأزمة الاقتصادية وبتبلش تعلى ديون أكثر وأكثر وأكثر. لا، العالم العربي كله على الآن في حقل من الألغام، وتلك الألغام مزروعة من إسرائيل. ومشكلتنا الحقيقية اليوم بعدم وجود رؤية عربية واضحة في هذا الصراع، وحسنا ما تفعله إيران في هذه الجولة الدبلوماسية وفي هذا الحراك الدبلوماسي الكبير لكي تكون جزء من جبهة مع العالم العربي في مواجهة المشروع المقبل. والخطر الإسرائيلي مثل ما هو على عيتا، هو خطر عيتا الشعب، هو خطر على مصر وعلى رفح المصري. طب إيران والحراك الإيراني والجولة الدبلوماسية التي تقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على السعودية، على مصر، الإمارات، وصولا إلى البحرين، يعني ولكن اللافت سيد سالم زهران، إذا نرجع للساحة اللبنانية، اللافت أنه بينما إيران تقوم بإعادة تمتين وإعادة يعني ترشيق العلاقات العربية الإيرانية، نرى أنه من في الداخل اللبناني ينقلب ويصوب سهامه على إيران. كيف تقرأ ذلك؟ وهل هو إعادة الانضباط بعض الشخصيات اللبنانية بمحور على حساب محور؟ أولا الجسم الإيراني لبيس، خلينا هيك بدبلوماسية.
للأمانة جسم الإيراني لبيس، هذه واحدة. اثنين، الانتقال الإيراني من الصبر الاستراتيجي إلى المواجهة المباشرة مع إسرائيل، كمان هذا الانتقال ليس تفصيليا في تركيبة إيران، واللي بيعرفوا إيران بيعرفوا هذا المعنى جيدا. أما خصوم إيران في لبنان، شو بيقولوا، ما بدي أحلف على الهواء، لكن أنا بقسم على الهواء أنهم خصوم لما بعض فيما بعض من البعض أكثر من خصومتهم لإيران، وكلهم بيبعثوا رسائل لمن يعنيه الأمر بيقولوا له أنه نحن عم نزايد لما التاني يسبقنا. لكن في اللحظة التي دعا فيها الدكتور سمير جعجع في لقاء محراب إلى مشروع وعنوان وإطار، شفتيه قاعد لوحده وعيمين وأشرف ريفي وعشمان ومدرمين، والباقيين كلهم فضوا من عنده. وعليه نعم خصوم إيران حتى هذه اللحظة عاجزون على أن يشكلوا إطارا في هذه المواجهة، ولكن بصراحة عم يقدروا في مكان ما يمكن يلعبوا على العاطفة الشعبية للناس، وهن ذاتهم يلي بيعيبوا على إيران عدم تدخلها بالحرب. بعد 4-5 ثواني بذات الحلقة أو بذات المؤتمر الصحفي بيقول لك ما إيران هي اللي بتدعم حماس وحزب الله. يا إيران هي خارج هذا الصراع، يا إيران هي الداعم لكل تلك المقاومات والحركات، ولما إيران تعرضت لاعتداء قالوا مش راح ترد، ولما إيران ردت قالوا مسرحية، ولما نتنياهو قال إنه الأمر كتير موجع قالوا لكان الإيراني بده يخرب علينا. لن ترضى هذه القلة القليلة من الناس عن إيران إلا بحالة واحدة، يرجع ابن الشاه ويفتح سفارة إسرائيلية، وبتشوفيهم كلهم فتحين معاهد تعلم اللغة الفارسية، واحصل على إقامة في أصفهان وفي طهران لا سمح الله. لا، هن مشكلتهم مش مع إيران، ومشكلتهم مش مع الفرس واللي بيحكي فارسي، مشكلتهم عنوانها بشكل صريح وواضح الولايات المتحدة الأمريكية. وبتتذكري لما باراك أوباما بلش يحضر أو عمل جزء من اتفاق مع إيران، اكتار شفتيهم عم بزور الجمهورية الإسلامية بإيران، وفي رئيس سابق قال طلع جده كان إيراني ونحن ما معنا خبر، تعرفين هاي. وهلأ إذا الولايات المتحدة الأمريكية بتمضي اتفاق مع إيران، راح تشوف كتار على الطيران الإيراني عم بزوروا دمشق وبيسبقوك بالجولة بطهران. لا، المشكلة مشكلتهم مش مع إيران، مشكلتهم من هم خصوم إيران أي إسرائيل وأمريكا، ومن هم أصدقاء إيران أي حزب الله. طيب سيد سالم زهران، إذا أردنا أن نتحدث معك يعني في جوجلة لهذه القراءة الإقليمية والمحلية، مقومات القوة عند لبنان يعني على المستوى المقاومة والمستوى الرسمي والمستوى الشعبي، ما هي مقومات القوة وإلى أي مدى نحن محصنين؟ نرجع، هو السؤال الأساس، يعني أي لبناني عم بتابع عنده هاجسين، هاجس الخسارة العسكرية في الميدان أمام الإسرائيلي، وهاجس الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني. أولا نحن وقت اللي منروح بهذا الخيار ما منكون عم نشجع فريق كرة قدم ومراهنين أنه دايما بده يربح المباراة، رهاننا على هذا الخيار ما له علاقة بالفوز. لا، واللي ماشي بهذا الخيار من أجل الفوز يدور على شيء تاني، لأنه هذا الخيار معياره مش الفوز والخسار، هذا الخيار معياره الحق والباطل، وبعد هيك بتصير الأمور كلها تفاصيل وبتقدير من الله عز وجل. هذا واحد، لبناني عنده أكثر من هاجس صح، لكن هذه الهواجس ما بلشت ب 8 تشرين 2023، هذه الهواجس مبلشه منذ نشأة الكيان يلي انعمل على اقتصاد قائم على طريقة ريعية وهاش. وبذكر حضرتك والمشاهدين كيف كنا بال 2019 و20 و21 و22، هل كان اقتصاد البلد اقتصاد سنغافورة؟ لا، كنا نعيش في أزمة اقتصادية، وكنا نعيش في حالة من الفوضى الاقتصادية والمالية والسياسية. أكيد الحرب زادت على هذه الألام ألام، لكن مقومات القوة في لبنان تبدأ من المجاهد اللي امبارح الإسرائيلي نشر له الفيديو هو عم بيقاتل ويلتحم من مسافة صفر وعم يصمد
ما في إلا الطيارة بتقدر عليه، وما بتخلص في تلك المفاوضات الدبلوماسية التي تجري بقوة وبندية. قوة لبنان جزء منها هي بهذا التنوع الكبير. نعم أستاذ سالم، يعني بختام هذا النقاش، إذا أردنا أن نختم معك هذه القراءة المحلية والإقليمية للحرب الإسرائيلية على لبنان، ما الذي يعني توجهه إلى اللبنانيين؟ ما الذي يعني، ودائما علما أنه كل السؤال عند أي لبناني مطول الحرب متى الفرج، ما الذي من الممكن أن نقوله في هذا السياق؟ لا، أولا معيار أنه تبقى الحرب أو تطول هو معيار مش بإيد المقاومة ولا أهل المقاومة، هو معيار بإيد الإسرائيلي، لأنه هو اللي عم بيعتدي. وباللحظة اللي الإسرائيلي بيطلع من أرضنا، بهي اللحظة بتكون الحرب عم تخلص. دولة الرئيس بري باسمه وباسم حزب الله رتب الأولويات على الشكل التالي: وقف إطلاق نار، انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة خلال أيام، تطبيق الـ 1701. هلأ بلينكين حاكي كمان عن الـ 1701. إذا الأمريكي جدي، إذا الأمريكي صادق، الإسرائيلي عم يتحمل اليوم مسيرات وطائرات وصواريخ وتهجير. قديه يتحمل؟ شهر، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. المسألة هي مسألة عض أصابع، ومن كان في هذا الخط من أجل الفوز عليه أن يترك هذا الخط. هذا الخط من أجل الحق، الحق ينتصر، لكن الحق دائما يتألم. ومثل ما بيقولوا أهلنا المسيحيين، ابن الحق بده يحمل صليبه وبده يمشي فيه. اللي معتقد أنه حزب الله وأنه المقاومة بس نواب وفوز وحرب وانتصارات، بده يعيد حساباته. مقاومة منتصرة دائما بإذن الله، لأنها الحق، لكن هذا الحق يجب دفع ثمن، بالذات وقت اللي بيكون الباطل اللي اسمه نتنياهو جاي يقتلعنا من كل أرضنا، وبده يرجع زمن فينا إلى زمن الاحتلال. نتنياهو إذا قادر اليوم بيحتل وبيتمدد وبيركعنا، لكن اللي عم بيصير بالميدان خلى جالنت امبارح يقول نحن مطلبنا واضح بس، انه حزب الله يطبق 1701 ويرجع ورا نهر الليطاني. هلا بلينكن عم بيقول ذات الشيء، كل ما سمعته سقف دبلوماسي ادنى، كل ما كان السقف الميداني اللي صالحنا اعلى فاعلى فاعلى. بال 2006 كتار اعتقدوا بنص الحرب انه خلص حزب الله، وثم عاد اقوى، وان شاء الله بعد هذه الحرب سيعود اقوى فاقوى فاقوى إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران.